وصلنا لمحطتنا الأخيرة من صباحنا غير، محطة مميزة جدا رح نحكي فيها عن طبعا الشمع وكتير من التفاصيل مع ضيفتنا اللي صارت جاهزة مع فرح. وصباح الخير عن جديد. صباحك خير سلمى، واكيد عم نحكي اليوم عن حرفه كثير مميزه بتحمل من الجمال واللمسه الانثويه شيء كثير كبير، خاصه اذا حبينا نزين المنزل وحتى الاعياد والمناسبات. رح نحكي عن صناعه الشمع، هي الحرفه عفوا يلي عم بتمارسها دانا روماني وهي صاحبه مشروع شغف. صباح الخير دانا. صباح النور. صباح الجمال. خلي لي اياكي. يوم الشمع. شمع قد ايه يمكن اول شيء رح نحكي عن كل قطعه بالتفصيل، بس اختيار الشمع قد ايه بده يمكن رقه مثل ما بنقول ولمسه بتختلف عن اي حرفه ممكن الواحد يزاولها. صحيح. هلا اول شيء صباح الخير وان شاء الله هيك ينعاد عليكم بكل خير يا رب. عليك يا رب. الشمع له خصوصيه، له هيك لمسه دائما بيضيفها لاي مكان بيتواجد فيه. هاي اللمسة بتدل على قد ايه احنا بنحب الحياة، بنحب الأشخاص اللي عم يشاركونا هاي المناسبات. لما بنهديهم شمع لما بيتواجد بالبيوت هو عم يعطي طاقة كتير حلوة، هو كتير حساس لكل شيء، لعوامل الطقس، لمشاعرنا حساس، خاصة اليوم ما في كهرباء. يعني صحيح. خلينا نكون شوي صريحين، كثير مهم اليوم سلمى انه ما في كهرباء، فكيف اذا كان في شمعة وريحتها طيبة؟ تمام. وشكلها حلو. وشكلها حلو يعني هي بالاضافة. عم نشتغل على موضوع التصاميم تكون دائما هيك فيها تجدد. عم بطلع معكم صار لي 4 سنين وعم نجيب دائما اشياء جديدة، ما عم يكون افكار يعني مثل تقليديه بتشوفيها بالسوق، لا عم تكون افكار خارج الصندوق لحتى نضيف شيء مميز وحلو. اكيد. هون دانا اول شيء بدي صبح عليكي واقول لك يعني دائما مثل ما قلتي من 4 تعطينا هيك افكار جديده وحلوه. يمكن اول حدا بلش يطبع على الشمع كان انت، جربتي هذا الشيء. هلا هي ما أنا كثير جديدة بس هلأ صارت كثير رائجة، في كثير ناس بتحب يكون عندها صمدية بالبيت هي من الشمع وبنفس الوقت عليها رسومات. هلأ هن مو شامين بس أنا شامة الريحة، الريحة كثير حلوة. عم تشمي فرح؟ لا ما في لسه، ما وصلنا لهالتفاعلية بهالدرجة بوسائل الإعلام إنه المشاهد يشم، بس هي كثير حلوة. خلينا نحكي عن هذا الشغل قد بياخذ جهد والتصاميم اللي عم تشتغلي عليها. بالبداية بلشت بفكرة ميدالية صغيرة، حبيت تكون مثل صورة أو مثل لوحة شمعية نطبع عليها حراريا، فطلقت بفكرة أنه تكون هي كتير صغيرة، بعدين حبيت طورها أنه نكبرها ونحط لها ستاند. الطباعة الحرارية ظلت محافظة على أنه نحن يعني الشكل اللي يكون حلو ويكون لطيف، صارت هلا مطروقه انه نحن وقت بنشوفها صار انه ايه شغف عم يعمل هيك قطع، فهي خصوصيه بيقدمها المشروع. دانا عم نحكي اليوم عن مثل ما قلنا منظر كثير حلو، ريحه رائعه عن جد دانا، بس اذا بدنا نحن نحافظ على هي الريحه يمكن لوقت طويل ممكن هذا الشيء يكون. هلا اول شيء الاسانس بيكون تبع العطر بقلب طبخه الشمع، فهذا الشيء بيساعدها انه هي تحافظ على ريحتها لمده اطول. اجمالا لما بتكون موجوده لفتره طويله باي مكان هي بيتبخر هذا العطر، بس نحن مجرد ما رجعنا شعلناها حيرجع يتجدد من اول وجديد لانه هو مطبوخ من اساسه. في شخص ممكن يقول لك ريحه معينه أكيد. يحط لك اياها بالشمعه؟ اكيد. تحطي له عفوا تحطيها انت بالشمعه وبالاضافه للزخرفه اللي هو حاببها او حتى الطباعه المعينه؟ لكان اكيد، وحتى حسب المناسبه اوقات بيكون في مثلا تاريخ، مثلا مناسبه زواج، ممكن يكون مثلا عندي لولاده بيبي، ممكن لحفله تخرج، حسب المناسبة بنختار له التصميم وبيضل عنده هيك طول العمر مصمود بطريقة كثير جد. حلوة. فرح عم بتشهيني من كتر ما عم تشم ومبسوطة، وأنا نفسي شارك فرح. هي اللي موجودة بالإزاز، خلينا نتعرف عليها أكثر يمكن حتى المشاهدين إذا بيشوفوها. ميلاد دانا يمكن قد إيه ريحتها حلوة كمان. انا بدي سلمى تشمها. كل وحده ريحه. ايه كل وحده ريحه. بس اجمالا اللي بيشترك بالكل هو روائح الفواكه،
اكثر شيء عم تعطي هيك الفريش يعني، فهذا كثير حلوه. هلا كانه مدخله فيها حتى الكراميل، مدخله روائح متعدده يعني، مو بس خلينا نقول شيء اللي له علاقه بالشكل، بروائح النظافه او أيوة. الورد أيوة. مدخله شيء له علاقه بالفواكه يعني كمان، عشان يعطي هيك مميزه جدا جدا جدا. هي القطعه الناعمه يلي الوانها كثير حلوه، ما بحكي لكم طبعا كمان عن ريحتها قديش طيبه، كثير حلوه ريحتها، كثير حلوه عن جد، صباره وشكلها حلو، صباره. عم نشتغل كمان على هذا الموضوع انه يكون الاشكال اللي كثير العالم عم تحبها انه نعمل لها قوالب خاصه فيها، وكمان عم نعمل. لا ما بتشوك، عم يسالوني اذا بتشوك. لا ابدا ما بتشوك، ريحتها كثير طيبه. شو وضع القلوب؟ كل قلب ريحه؟ القلوب ايه، هلا هي فكره هيك نعومه عم ياخذوها للسيفونيرات صغيره، او بتنحط ببوكيهات ورد، بهدايا، باشياء كثير ممكن كيك استخدام. يعني ممكن نحط لها هي فتيل وكمان تنحط على الكيك، كمان لذيذه وفكرتها هيك ناعمه يعني، بس انه فكره انه هي شمعه وعلى طريقه مثلا قلوب. في كثير اشكال هلا، مثلا القلوب هون اخترت حتى للاطفال معنا. يمكن تطلع لذيذه يعني، ايام البازارات كان اكثر شيء عم ينطلب وقت بيمروا اي طفل بتشده هي الشكل، انه بده شمعه وبده هي، وتكلفتها كثير بسيطه لانها كثير ناعمه. فهي الشغله كثير حلوه يعني. شو هي يمكن دانا ابرز الافكار اللي انت حبيتي تضيفيها تكون لك لمسة خاصة فيها وضفتيها؟ اليوم صناعة الشمع يمكن هي صارت كتير مشهورة فيها، كتير عالم عم يشتغلوا بصناعة الشمع، لكن لكل شخص بتضل بصمته المميزة. صحيح 100%. البداية كانت بالطباعة الحرارية، تعددت الأشكال والقياسات، حافظنا على فكرة القطر الكبير للشمعة لحتى تدوم أكثر بطريقة أطول من الشمع العادي، اشتغلنا على الجودة، اشتغلنا على مبدأ إنه نحن لما نكبر القطر فنحن حنحافظ على الصورة 100% ما تتعرض لأي أذى ولا يصير لأي يعني ما تخرب أبداً. كمان اشتغلنا على فكرة إدخال الخشب على الشمع، إدخال الزجاج، دائماً كل موسم بنطلع أفكار جديدة لحتى ما نكون إنه نمطيين عم نرجع. فيك تزيد شوي من خصوصية القطعة مثلا إذا حدا حب يحط صورة معينة بيقدر يحطها كتابة معينة؟ هي من أول ما بلشنا موجودة هي الطباعة الحرارية، أي شيء أي تصميم بدك إياه بنشتغله، بتقلي لي الأفكار أو المناسبة وأنا على أساسها بطبق، وحتى صور شخصية كمان إلى يعني كان يعني دور بالمشروع كانت كتير كمان حلو. دانا كتير حلو، يعني شغف عم يكبر سنة ورا سنة دانا، وهذا المشروع اللي بلشتي فيه يعني خليني أقول مشروع خاص، حبيت صحيح. يكون في إلك بصمة مميزة، ويمكن أنت ناشطة بالأعمال الخيرية بالجمعيات الخيرية، إلى جانب أنه بلشتي مشروع خاص، نحكي عن هذا الشيء، دراستك، شغلك، مشروع خاص، قد ايه هذا الشيء مهم؟ واليوم الشباب يمكن بيستصعبوا الخطوة الأولى، كيف اجتك الجرأة تبلشي خطوة أولى بشيء يمكن ما بيخطر على بال الناس إنه هو ربحي أساساً؟ صحيح، هلا بالبداية بلشت بال 2014 بموضوع العمل الإغاثي والتنموي مع فريق تطوعي، كنت أطلع معكم من خلال قناتكم. بعدين انتقل لانه نحن في حدا يرعى مشاريع صغيره ضمن الفريق، فكمان اشتغلنا على هذا الموضوع انه انا شوف انا شو حابه اعمل، ومن هون انطلق شغف، صار له 4 سنين هلا. كمان دراستي لها علاقه بالتعلم والتدريب، كمان بدرس فرنسي وانجليزي ومدربه تعلم نشط ومهارات حياه. ما شاء الله عليكي دانا، فجامعه هيك اشياء مختلفه، عم نوظف هي الطاقه اللي عندي، عم بستثمرها بالطريقه الصح، ما راح وقت ابدا من 2014 لليوم، ما راح وقت ابدا، كان دائما وقتي مشغول باشياء ضل موصفة هي الطاقة بطريقة حلوة لحتى نعكس صورة كتير إيجابية عن الشباب السوري، قديش بيقدر ضمن كتير إمكانيات بسيطة أنه يطلع ويستمر. يعني موضوع الاستمرارية اليوم أهم من أنك تبلش الخطوة الأولى، بس كمان الخطوة الأولى كتير مهمة طبعا، فبدنا الجرأة لحتى نبلش في الخطوة الأولى، وبدنا شوية دعم من المحيط لحتى يبلش الشباب يختار هو وين شغفه شو حابب يعمل، وعلى الأساس بينطلق. أكيد دانا، لما عم نحكي عن الشمع فهو يمكن بده مزاج عالي، بده ذوق حلو، بده متابعة يمكن لأحدث شيء عم ينزل، لرغبة الناس وأذواقهم. قد ايه بتحسي حالك أنه أنت بعالمك الخاص، إذا بنحكي عن الموضوع الشخصي، أنت بعالمك الخاص اللي قادر يمكن حتى يخفف عنك، في كتير ضغوط اليوم بقادر يخفف عنك هذا الشيء، بالإضافة للجانب الثاني اللي هو مشروعك الخاص؟ اكيد هذا الجانب يلي الفني بده حس كثير عالي، وبده يكون كثير واحد رايق وعم يشتغله، فكثير مهمه هي النقطه. بنفس الوقت هو يمكن الهروب من الضغوط
لحتى تعملي شيء حلو. يعني اليوم لما بتقدمي اي قطعه هديه لحدا، فالشخص اللي عم يتواصل معك عم يعطيكي طاقه حلوه، اكيد اللي عم يعطي كمان الهديه كمان عم يعطي طاقه حلوه، فهي الاستمراريه الطاقه بتضلها كثير لطيفه عم تنعكس بالاخير علي، لانه القطعه عم تحمل طاقه صاحبها. فهي الهروب من هي الضغوط بانه يطلع شيء حلو. لما بيطلع شيء حلو الواحد بحس برضا عن ذاته وسعاده يعني. كبيره تماما انه انا خلص عم بعمل شيء معناته كثير حلو ولازم كمل فيه. أكيد. فهي المسيره لازم تبقى اكيد. قد ايه حلو حكي لدانا، وقد ايه المشروع بحد ذاته انه انت عم تحافظي عليه وكل مره عم بتطوري نفسك، هذا شيء كثير مهم وحلو. بالختام رساله تحبي توجهيها لاي صبيه، لاي حدا عم بيشوفك اليوم عبر شاشتنا وناطر هي الدفشه لحتى يبلش مشروعه الخاص؟ بدي اقول للكل انه ما حدا ييأس، كثير مرينا بتجارب قاسيه وصلتنا لهون، بنفس الوقت انطلقنا بظروف حتى كانت استثنائيه عم تمر فيها البلد، ما يئسنا، بلشنا خطوة أولى وكانت يمكن على مدى شهور عم تكون تجريب وفيها كتير يمكن خطوات معسرة كانت لبين ما طلع هذا الشيء الحلو. فنحن بس فكرة إنه نحن نتحدى هاي الظروف اللي نحن عم نمر فيها، ودائما يكون عنا هاي يعني المبادرة إنه نحن نبلش الشيء اللي خاص فينا اللي يعكس روحنا، يعكس جمالية الأفكار اللي عنا، يعكس الوعي اللي عنا. هدول الأشياء كتير مهمة. أنا كتير داعمة لأي شخص بيحب يبلش أي شيء، بحب هاي الدفشة إنه تكون لكل الأشخاص، لأنه أنا كمان في أشخاص كمان دفشتني لحتى عملت هاي الخطوة الأولى اللي لليوم الحمد لله مستمرة، وبأمل إن هي تطلع مو بس تكون بس ضمن سوريا، تطلع حتى للعالم كله ويشوف قديش نحن بنحب الحياة وبنحب الـ يعني الـ نقدم الشغلات الفنية بطريقة كتير مبدعة. نحن كتير عنا إبداعيين بكتير مجالات، حلو أكيد. نحافظ عليها ونعكس هاي الصورة أكيد. دعنا انبسطنا فيكي كتير إنك أنت موجودة أكثر. معنا وشكرا لك لهي القطعة اللي كل واحدة منها هي روح لحالها. بدي أتمنى لك كل التوفيق ويكبر مشروعك أكبر يا وأكبر يا رب يا رب. شكرا كتير لكم ولدعمكم. شكرا لك دعنا.